بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال مثل ما قلت يعني تعادل بطعم الخسارة في المباراة الأخيرة ضد مولودية وهران، وين يعني اللاعبين حطوا كاع واش عندهم يعني باش يفوزوا بالمباراة، لكن نقولوا احنا هذه هي كرة القدم، دوميني سي با غاني، دونك احنا سيطرنا على المباراة بالطول والعرض، لكن يعني التوفيق ما كانش في صالحنا والمباراة انتهت بالتعادل السلبي. يعني صراحة الجمهور يعني الحضور تاعو كان قياسي فعلا، وان شاء الله يعني تكون خيبة يعني صغيرة يعني، ونعاودوا نعوضوهم ان شاء الله في باقي المباريات الجاية ان شاء الله في المستقبل القريب. فيعني وخيبتهم يعني هي نفسها خيبتنا، يعني حتى احنا يعني كنا حابين نهديو لهم هذا الفوز هذا، ولكن يعني هذه هي البطولة فيها تعثرات، فيها أوقات مليحة أوقات يعني أقل، ولكن على العموم يعني شافوا عن اللي عندهم فريق يدافع على الألوان، وشافوا اللي عندهم لاعبين يعني يمدوا وش عندهم فوق أرضية الميدان، ويعني ممكن يعني كانت الخيبة من ناحية النتيجة، لكن من ناحية الأداء يعني نظن أنه الجمهور كان راضي وراضي جدا. أكيد أنه مردود الفريق تأثر بالغيابات، يعني التأثير ما كانش من ناحية النوعية بقدر ما كان من ناحية الانسجام بين اللاعبين، لأنه يعني لما تغير 4 أو 5 لاعبين في التشكيلة الأساسية أكيد أنه يعني تضيع نوع من الانسجام ونوع من السرعة في التنفيذ اللي كانت عندك في المباريات اللي من قبل، لكن يعني حتى اللاعبين اللي عوضوا ما خيبوش، يعني قدموا أداء جيد، لكن يبقى التوفيق اللي خلنا في هذه المباراة. بالنسبة للمباراة القادمة أكيد استرجعنا شكال، وممكن نسترجع أيضا وليد عرجي، فهذا راح ينقص من حتة الغيابات الموجودة في التعداد، وإن شاء الله يعني يكون عندنا الأسبوع المقبل إن شاء الله ضد وفاق الصيف يكون عندنا فارق نقابله به إن شاء الله. نعم، لكن هي صراحة النتيجة ثقيلة بالنسبة لوفاق الصيف، لكن ننتظر منه ردة فعل قوية يعني في ميدانه بين جماهيره، وهو فريق كبير يعني وفاق الصيف أكيد راح تكون ردة فعل من طرف اللاعبين، وإحنا يعني إن شاء الله نحضر لكل السيناريوهات باش نكونوا إن شاء الله في الموعد إن شاء الله ونقدموا مباراة كبيرة. السلام عليكم. مباراة كانت استثنائية شوية، من الجوار كامل درنا اللي علينا، ما كتبش ربي، وإن شاء الله نعوضها في الماتش بروش إن شاء الله. الأنصار تاع شبق قسنطينة معروفين في هذو الخرجة تبعهم، نعطيهم الصحة على المجهود لما يديروا فني فيه هما في تريبيل، وإن شاء الله نقول لهم توجور وقفوا مع الفريق، وحنا رانا هنا فني. بون حنا المباراة الجاية إن شاء الله رانا نكونسونطريوها كيما كمل لي ماتش، بون ما نحوسوش بوان فاب تاع ليكيب تاع الصيف ولا، نحوسو على رواحتينا بلوز امبورتون، إن شاء الله هذه السمانة نخدمو بمجهودات مضاعفة إن شاء الله، باش نكونو في الأوتر في الماتش الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله نعوضو إن شاء الله نديرو نتيجة إيجابية إن شاء الله في وقت الصيف.